مشاهدينا أهلا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم نسافر بكم إلى إيطاليا مع قصة شعبية إيطالية وعنوانها النصائح الثلاث. قبل ذلك نتمنى منكم ضغط زر الجرس والمتابعة ليصلكم جديدنا. يحكى أن رجلا غادر بلاده في أحد الأيام متجها إلى مناطق جديدة، وهناك دخل في خدمة رئيس الدير، وبعد قضاء فترة من الزمن خدم فيها بإخلاص رغب برؤية زوجته ووطنه. فقال لرئيس الدير: يا سيدي الموقر، لقد خدمتك طوال هذه الفترة بإخلاص، لكنني أرغب في العودة إلى بلادي الآن. فأجابه الرئيس: حسنا يا ابني، ولكن قبل أن تذهب سأعطيك ثلاث نصائح. الأولى: عند تغييرك لطريقك القديم ستواجه متاعب أنت في غنى عنها. وما هي النصيحة الثانية؟ النصيحة الثانية: شاهد الكثير وقل القليل. أما النصيحة الثالثة يا بني، فكر في أفعالك جيدا قبل القيام بها، فالأفعال المدروسة أكثر حكمة ونفعا. بعد ذلك أعطاه رئيس الدير رغيفا وقال له: اقسمه حين تكون سعيدا. بعد ذلك غادر الرجل الطيب، وأثناء عودته قابل مجموعة من المسافرين، حيث قال له المسافرون: سنسلك الطريق المحاذي لأنه مختصر، فهل ترغب بالقدوم معنا؟ فكر الرجل لوهلة ثم تذكر نصيحة الرئيس وأجابهم: شكرا يا أصدقائي، سأتابع المضي في هذا الطريق. وعند بلوغه منتصف الطريق سمع صوت إطلاق رصاص، فنظر من بعيد ووجد أن مجموعة لصوص قاموا بقتل المسافرين. فشكر الرجل ربه وأكمل طريقه، وأثناء سيره وصل إلى بيت كبير، فدخله طالبا للطعام، فقدم له أصحاب البيت طبقا كبيرا من لحم شهي لا يقاوم. وعندما غرز الرجل شوكته في قطعة اللحم اكتشف أنها لحم بشري. أراد أن يسأل صاحب البيت عن المغزى من تقديم لحم كهذا، لكنه تذكر حينها قول الرئيس: شاهد الكثير وقل القليل. فبقي الرجل صامتا وأكل القليل من اللحم. بعد ذلك شكر الرجل صاحب البيت على استضافته وكرمه، فقال له صاحب البيت: أحسنت يا ابني، لقد أنقذت نفسك من الموت، فأي شخص استفسر عن طعامي قتل وطهي بشكل جيد. شكر الرجل ربه ثم رحل من هذا البيت المشؤوم. بعد ذلك مشى الرجل أياما وأيام إلى أن وصل إلى وطنه، وذهب إلى منزله فلم يجد زوجته، بل وجد مائدة معدة بشكل جيد لشخصين، عليها كأسان وشوكتان، وجهزت من مقعدين. فقال لنفسه: كيف هذا؟ لقد تركت زوجتي وحيدة، وها أنا أرى مائدة معدة لشخصين. فاختبأ تحت السرير ليكتشف الأمر، وإذ بزوجته التي كانت قد ذهبت لإحضار إبريق من الماء تدخل المنزل. وبعدها بقليل جاء شاب غريب، فحضنته المرأة وقبلته. تعصب الرجل وكاد أن يخرج ويقتلهما، لكنه تذكر النصيحة الثالثة لرئيس الدير، فتراجع عن فعلته وظل يراقبهما ويراقبهما. وأثناء حديثهما قالت الزوجة للشاب: أنا لم أرك منذ زمن طويل، ولكن الله عوضني بزوج كان الأخ والأب والأم بالنسبة لي. فكان هذا الرجل أخاها الذي لم تره لسنوات عديدة. وعندما استنتج الزوج أنه أخوها خرج من تحت السرير وهو يضحك، ثم عانقهما وقبلهما. بعد ذلك تذكر الرغيف الذي أعطاه إياه سيده ليأكله عندما يكون سعيدا، فقام بقسم الرغيف، فوقع منه عملات ذهبية،
كان رئيس الدير قد أخفاها في الرغيف مكافأة له، وذلك لاحترامه النصائح الثلاث. انتهت القصة. إن كنتم معجبين بما نقدمه، الرجاء الضغط على زر الجرس ومتابعتنا. دمتم في رعاية الله وحفظه.